السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الغر الميامين. ازيكم يا سنة تالتة إعدادي أزهر؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنبدأ نحل مع بعض الامتحانات اللي جات، وطبعا انتوا في محافظات معينة كده طلبتوها مني فحطها لكم برضو في الفيديو بتاع النهاردة، وفي محافظات ايه زيادة. فتعالوا نبدأ ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. أول محافظة هنبدأ بيها وهي محافظة الدقهلية. تمام، اول حاجه طبعا هنبدا بيها وهي المحادثه. خلي بالك ان في الامتحان كل سؤال بدرجه، كل سؤال هنواجهه دلوقتي ليه درجه. تمام، هم 20 درجه متوزعه على 5 اسئله، فمفيش غير ان هو كل سؤال بدرجه، مفيش توزيع تاني غير كده. تعالوا بقى نبدا نقول بسم الله ونبدا الفيديو بتاعنا على طول. اول حاجه الدايلوج عندنا هنا هنبدا نقراها كلها وبعدين نحل زي ما اتعودنا. المحادثه طبعا 3 درجات زي ما قلنا. هنا بيقول علا وآية. علا بتقول لها have you ever read about صفية المهندس، بتقول لها هل انت قبل كده قريتي عن صفية المهندس، فمش عارفين. فبعدين سألتها سؤال تاني قالت لها she was the first female radio presenter، كانت أول مقدمة في الراديو أنثى. رقم 2 أو رقم 3 بتقول she was called the mother of all broadcasters، كانوا مسمينها أم الإذاعيين. بس كده خلصت. تعالوا بقى نبدأ نحل. عندنا have هنا بنجاوب على بيس او نو، فبتقول لها هل سمعت عن صفية المهندس، فهنبدأ نقول yes I have. تمام، بنقول yes او نو، نعكس اول كلمتين اللي بتنزل I will have تنزل. بعد كده قالت لها كانت اول صوت اذاعي في الراديو، يبقى هنقول لها ايه؟ طبعا هنا تسأل عن الوظيفة على طول، فهنقول what was her job، ايه هي وظيفتها، what was her job. تمام، طيب بعد كده قالت لها مسمينها ام الاذاعيين، يبقى هنقول ماذا كان يطلق عليها، فهنقول what was she called، what was she called، عشان تبدا بقى تقول she was called كذا. تمام، بس دي المحادثه بتاعتنا سهله جدا وبسيطه. تعالوا بقى نشوف المواقف. اول موقف معانا بيقول you are asked about your opinion of the valley of the whales. طبعا هنا انت اتسألت عن رأيك، وانا شرحت الحتة دي في الفيديو اللي قبل ده، يبقى انت هتقول رأيك عن وادي الحيتان. فهتقول ايه مثلا it's a wonderful place، it's an amazing place، I like it so much. تمام، كل الحاجات دي صح. تمام، طيب بعد كده رقم 2 بيقول your friend suggests taking part in a school recycling project، صاحبك بيقترح عليك ان انتوا تشاركوا في مشروع اعادة التدوير اللي في المدرسة، فهتقول له ايه it's a good idea، it's a great idea. تمام، كل برضو الحاجات دي صح. تعالوا بقى نشوف الاختيارات. اول حاجة بيقول when I was ill last week، لما كنت تعبان الاسبوع الماضي، I مش عارفة ايه to hospital، انا رحت المستشفى او اتخذت يعني للمستشفى. تمام، خلي بالك ان هنا مبني للمجهول، انا اتخذت للمستشفى، فما قالش مين اللي خدني، يبقى هنا مبني للمجهول وفي زمن الماضي، يبقى هو زوير بالتصريف الثالث، ما عنديش غير was taken هي دي اللي هاخدها. طيب رقم 2 if I had more time I not read more books، لو انا كان عندي وقت اكتر كنت هقرا الكتب. طيب من عندي if هنا I had، هنا had ماضي بسيط. تمام، يبقى الناحية التانية would والمصدر، يبقى هنختار would. رقم 3 we must avoid، واحنا قلنا avoid من الافعال المهمه جدا اللي بيجي وراها ال ing، يبقى polluting the environment. رقم 4 the antonym of kind takes the prefix، عشان اجيب عكس كلمه kind يبقى انا هحط البرفكس ايه، يبقى on على طول. the not helps us to see very distant objects well، حاجه بتساعدنا ان احنا نشوف الحاجات الديستنت اللي هي البعيده، يبقى دي على طول تلسكوب. تمام، نشوف بقى القطعه. وهنا بيتكلم على sea grass، بيقول sea grass is found in the sea along the coasts of many countries، it's food for many sea animals including turtles baby fish and sea animals live in sea grass because it's a safe place. sea grass helps the sea to stay healthy and it can help stop climate change. this is because sea grass absorbs 10% of the ocean's carbon dioxide every year. Seagrass absorbs carbon dioxide 35 times faster than rainforests. That's why seagrass can help stop climate change. About 90% of all seagrass has disappeared from the UK's coast in the last 100
last 100 years. However, there is an environmental project in the UK that is growing new seagrass. طبعا هنترجمها مع بعض. بيقول ان الاعشاب البحريه بيقول بدل على جانب السواحل في كثير من البلاد، وهي طعام للحيوانات البحريه زي السلاحف وكمان السمك الصغير والحيوانات البحريه بيعيشوا فيها لانها مكان امن. والسيجراس ده بيساعد البحر انه يفضل هيلثي صحي، وكمان بيساعد في نوقف تغير المناخ. ليه بقى؟ لان السيجراس ده بيمتص 10% من ثاني اكسيد الكربون اللي موجود في المحيط كل سنه، وبيمتص كمان 35 ثاني اكسيد الكربون 35 مره اسرع من الغابات المطيره. بيقول بقى ان عشان كده السيجراس ممكن تساعد ان احنا نوقف تغير المناخ. وبيقول حوالي 90% من السيجراس اختفت تمام في اليو كي، ساحل اليو كي تمام في اخر 100 سنة. بيقول بس هم يعني بيعملوا مشروع عشان يزرعوا سيجراس جديدة. طيب تعالوا نشوف الاسئلة. اول سؤال معانا where is seagrass found، بنلاقيها فين السيجراس دي؟ هو اول سطر معاك وهنقول seagrass is found in مش عارفه ايه لحد ايه كلمه countries. بعد كده why do baby fish live in seagrass، ليه السمك الصغير بيعيش في السيجراس؟ هنقوله because it's a safe place، لان هو مكان امن. رقم 3 how much carbon dioxide does seagrass absorb، كم الكمية اللي بيمتصها ثاني أكسيد الكربون؟ هنقوله إن هو بيمتص 10% تمام، اللي هي فين؟ في السطر 1 2 3 4 5، في السطر الخامس تمام. هنقوله seagrass absorbs 10% of the sea ocean carbon dioxide every year تمام كده. طيب تعالوا بقى نشوف الاختيارات. أول اختيار معانا بيقول seagrass is a the sea، السيجراس بالنسبة للبحر هتكون ايه؟ طبعا good for، يعني جيدة لي. رقم 5 reinforces absorb carbon dioxide ايه سيجراس، خلي بالك هنا ان هو عاكس الايه الجملة، هو قال ان السيجراس بتمتص ثاني اكسيد الكربون اسرع من الرينفورست. طب لما نعكس بقى نقول رينفورست الاول، يبقى هي بتمتص اقل او ابطأ من السيجراس تمام، يبقى هنقول slower than ابطأ من. اخر سؤال معاكم بقى في الامتحان وهو الرايتنج، وبيقول write about your personal goals and ambitions، هتكتب عن طموحك واهدافك. فهي ممكن برضو تكتب عن الدريم جوب اللي هي وظيفة الاحلام، ينفع برضو نفس الموضوع ده تمام. سؤال المتخلفين بقى مش هحل معاكم خلاص، هنبدأ على طول ايه الامتحان اللي بعديه، يعني هقف معاكم لحد اللي هو البراجراف بتاعكم انتوا. سؤال المتخلفين مش هحله تمام، لو عايزين احله اكتبوا لي في الكومنتات وانا ممكن انزله كده في كومنت يعني. خلاص تعالوا بقى نشوف الامتحان اللي بعديه. عندنا بعد كده محافظة الجيزة، هنبدأ برضو المحادثة على طول. بيقول هلو علي is this mobile new، بيقول ازيك يا علي هل التليفون ده جديد؟ قال له هلو هاني، مش عارفين بقى هيرد على السؤال الاولاني بايه. رايح ساله سؤال بقى وقال له ايه my father bought it for me، بابايا اشتراه لي. بعد كده ساله تاني قال له because I have passed all my exams، لان انا نجحت في كل الامتحانات. يبقى هل التليفون ده جديد؟ يبقى هنقول yes it is تمام، دي اول حاجه. بعد كده قال له بابايا اللي اشتراه لي، يبقى مين اشتراه لك؟ يبقى هنقول له هو bought it for you. واخر سؤال معانا عندك بيكوز، يبقى على طول هتسال بواي، هنقول واي ديد هي باي ات فور يو، ليه هو اشتراه لك تمام. تعالوا نشوف المواقف. اول حاجه معانا بيقول سمون اسكد يو اباوت ذا واي تو ذا ميوزيوم جيف دايركشنز، اسهل سؤال ممكن يجي لك هو سؤال ادي الاتجاهات. ده بيقول لك واحد بيسالك عن الطريق للمتحف ادي اتجاهات، فانت عندك حاجات كتير جدا ممكن تكتبها. ممكن تقول له go straight on and turn right او turn left and go straight on، اي حاجه من الاتجاهات دي هتكون صح ان شاء الله. رقم 2 بقى بيقول ask someone about his opinion of something you have recently bought، بيقول اسال عن راي حد عن حاجة انت اشتريتها مؤخرا. فممكن تقوله مثلا ايه what's your opinion about my new mobile، ايه رأيك في التليفون الجديد تمام، مفيش مشكلة. او مثلا my new car، عربيتي الجديدة، او اي حاجة، المهم ان انت تكتب what's your opinion تمام. بس نيجي بقى للاختيارات. هنا نمبر 1 بيقول we enjoy not our rubbish،
it's fun and it helps the environment. طيب ما احنا عارفين ان enjoy الفعل ده بيجي ورا الفعل في ing يبقى recycling. السؤال الثاني بقى بيقول I think that the internet is a nod of modern technology. بيقول ان الانترنت من عجائب التكنولوجيا الحديثة يبقى wonder اللي بالO مش بالA. رقم ثلاثة factors not a lot of pollution they should reduce it. بيقول ان المصانع بتطلع بقى تلوث كتير فلازم يقللوها يبقى produce الأخيرة مش الأولى. رقم أربعة I didn't have lunch not I had returned home. أنا ما اتغديتش لحد ما رجعت البيت. خلي بالك أن عندك ماضي بسيط منفي ومعها ماضي تام يبقى دي على طول until. تمام. رقم خمسة A new bridge not in our town last year. الكوبري ده اتبنى في مدينتنا السنة الماضية. عندك هنا مبني المجهول في زمن الماضي البسيط يبقى was built لأن البريدج هنا مفرد يبقى was built. خلاص نيجي بقى لسؤال القطعة. بيقول ايه فاروق شوشة is a well known radio presenter and a famous poet. He was born in Dmieta in 1936. He went to a nearby elementary school. He went to the local library at a very early age and was able to read many books in the Arabic language. بعد كده later on he went to Cairo University and graduated from the faculty of دار العلوم in 1956. شوشة presented many programs. He always talked about the beauty of the Arabic language and its rich literature. For this reason he was called the guardian of the Arabic language. He won the Nobel Prize for Literature in 2016. طبعا بيتكلم على فاروق شوشة وبيقول ان هو كان مقدم راديو مشهور وكمان هو شاعر مشهور. اتولد في دمياط سنة 1936 وروح لمدرسة ابتدائية قريبة وبعد كده كان بيروح المكتبة وهو عمره صغير جدا وكان بيقدر يقرأ كتب باللغة العربية وبعد كده راح جامعة القاهرة وتخرج من كلية دار العلوم سنة 1956 وقدم بقى برامج كتيرة وكان بيتكلم على جمال اللغة العربية والأدب الغني. عشان السبب ده هم سموه حارس اللغة العربية وحز على جائزة النيل في الأدب سنة 2016. تمام. طيب بعد كده عندنا السؤال الأولاني بيقول What did Shush always talk about؟ دايما كان بيتكلم عن ايه؟ ده هتلاقيها في الباراجراف الثاني اللي هو السطر اخر السطر الاولاني. He always talked about the beauty of the Arabic language and its rich literature. فانا هاخد لك تحتها خط وهكتب لك عليها رقم واحد. تمام. طيب رقم اثنين Where did he go at a very early age؟ هو كان بيروح فين في عمر صغير قوي؟ هنقول he went to a local library to read Arabic books. تمام. يبقى هو كان بيروح لمكتبة محلية. Which faculty did he graduate from؟ ايه الكلية اللي هو اتخرج منها؟ هنقول he graduated from the faculty of دار العلوم. تمام. هاخد لك انا خلطة تحتيهم وهكتب لك الارقام بس عشان ما فيش مكان ان انا اكتب الاجابة. رقم اربعة بقى شوشة was born in the not century. هو اتولد في القرن الكام؟ خلي بالك بقى من السؤال ده عشان السؤال ده بيكون محتاج تركيز شوية. هو ادالك السنة سنة 1936 فانت على طول هتختار القرن 19. لا القرن بيبقى السنة اللي بعديه على طول. يعني هنا القرن 19 مكتوبة سنة 1936 يبقى في القرن العشرين مثلا. لو هو في الالفين يبقى في القرن الواحد وعشرين. تمام. بتجيب اللي بعديه على طول. يبقى هنا هو اتولد في القرن الكام؟ العشرين. السؤال الخامس بقى بيقول he was called the not of the Arabic language. هو طبعا الجارديان حارس اللغة العربية. اخر سؤال بقى معانا وهو الرايتين. هتكتب باراجراف عن why are trees important. موضوع سهل جدا جدا وبسيط وعليه خمس درجات. ليه الاشجار مهمة؟ طبعا هتقول تمتص ثاني اكسيد الكربون وبتدينا اكسجين وهتقول بتخلي الهواء نظيف وبتساعد في حل مشكلة تغير المناخ. كل الحاجات دي صح. تمام. تعالوا بقى نشوف الامتحان اللي بعديه. عندنا محافظة دمياط. معلش بقى الصورة مش واضحة قوي بس يعني سامحوني بقى في الحتة دي. هنا بيقول ايه ملك is talking with هانيا about a tongue twister. ملك بتكلم مع هانيا عن tongue twister اللي هي صعوبة النطق. بتقول the sentence in this poem is a tongue twister. بتقول لها الجملة اللي في
في البوة دي في البوم دي في القصيدة دي tongue twister. تقول لها I'm sorry but I'm not sure I understand what you mean by that. قالت لها أنا آسفة بس إيه أنا مش فاهمة أنت تقصدي إيه. فقالت لها I mean that it not to say. بتكون إيه إن أنت تقولها. طبعا الحاجة اللي هي tongue twister بتكون صعب إن أنت تقولها، فهنقول هنا hard. فبتقول لها can you not an example. هتقول لها can you give an example. can you give me an example. ممكن تديني مثال. فقالت لها yes I'll read it. she بتقول لها بقى أنا هقراها لك. وبعدين قالت لها البيت اللي في القصيدة دي. فبتقول لها she sells sea shells on the sea shore. عارفين انتوا قرنا ده في منور انور زي كده بالظبط. تمام. فالأولى هتكون hard والتانية give. تعالوا نكمل. فبتقول لها well do you mean the letter and the words are all the same. بتقول لها اه يعني انتي بتقصدي ان الحروف بتاع الكلمات كلها زي بعض. فقالت لها they aren't all the same. مش كلهم زي بعض but they are but they are hard a. لكن هم صعبين a. ممكن بقى تقول to say صح مفيش مشكلة. هتقول صعب في الايه في النطق. طيب بعد كده المواقف بيقول you want to buy a train ticket to Port Said. انت عايز تشتري تذكرة لبورسعيد. فهتقول ايه. هتقول ممكن تقول excuse me ممكن اشتري مثلا تذكرة can I buy a train ticket to Port Said. تمام. او ممكن تقول I want to buy على طول انا عايز اشتري تذكرة لبورسعيد. كل ده صح. الموقف التاني بيقول you want to borrow your friend's dictionary. انت عايز تستلف القاموس بتاع صاحبك. فممكن تقول له ايه can I borrow your dictionary. ممكن استلف الديكشنري بتاعك القاموس بتاعك. تمام. وليها برضو حاجات كتير جدا لها صيغ كتير جدا بس انا بدور لك على السهل. ولو عايزين بقى تصححوا معايا اكتبوا في الكومنتات انتوا كتبتوا ايه زي ما احنا متعودين ونبدأ ايه نصححه مع بعض. تعالوا بقى نشوف الاختيارات. بيقول if I had more time I not many books. دي لسه حلينا في الامتحان اللي فات او اللي قبليه. وقلنا would والمصدر اللي انا عندي had هنا ماضي بسيط. فدي حالة تانية من if. رقم اتنين thousands of fish not from the Mediterranean sea every day. بيقول الاف من السمك بيصطاد من البحر المتوسط كل يوم. طيب احنا كده مبني المجهول لان ما قالش مين اللي بيصطاد. طيب نشوف بقى الزمن ماضي ولا مضارع. ده انا عندي every day كل يوم يبقى ده مضارع. يبقى am with are والتصريف الثالث. ما عنديش غير are caught. ما ينفعش are catch الاولى دي غلط فهنختار are caught الاخيره. طيب رقم 3 wind and waves are two forms of الرياح والامواج. دول اشكال من الايه طبعا الرينوبل انرجي الطاقه المتجدده. The north is a force which attracts things to or people to the center of the earth. بيقول القوة اللي بتجذب الأشياء والبنادمين لمنتصف الأرض أو لمركز الأرض. دي بتكون طبعا الجرافيتي اللي هي الجاذبية. رقم 5 a person who has seen an accident, crime, etc. الشخص اللي بيشوف الحادثة أو الجريمة أو أي حاجة فبنقول عليه witness. يعني witness يعني شاهد. وقلنا عليها الكلمة دي مهمة جدا. طيب نبدأ نقرأ القطعة. Yesterday my mother wanted to visit my aunt who lives in Damietta. She asked us over lunch who would like to go with her. We all were busy. So no one answered quickly. She was angry but she didn't say so. That was clear when she didn't have dinner with us. I tried to make her happy by telling her some good jokes. Still but she still was angry. I was still was she was angry. طبعا هنترجم الحتة دي عشان نكمل. بيقول هنا ايه ماما كانت عايزة تروح زيارة لخالتي اللي عايشة في دمياط وطلبت مننا بعد الغداء مين هيروح معانا بس كلنا كنا مشغولين. مين هيروح معاها بس كلنا كنا مشغولين ومحدش رد عليها بسرعة. هي كانت غضبانة بس ما قالتش. بس كان واضح جدا عرفوا منين بقى ان هي ما اتعشتش معاهم. فبيقول انا حاولت ان انا اساعدها بان انا اقول لها بعض النكت لكن هي برضو ايه angry غضبانة. بعد كده بقى بيقول my elder sister said mom I'll go with you tomorrow. بيقول اختي بقى الكبيرة قالت لها يا ماما انا هروح معاكي بكرة. then she smiled and began preparing her bag. suddenly the doorbell rang. I opened it and then we all started مش عارفة ايه الكلمة دي laughing. here was my aunt. she came to visit my mother.
بيقول بقى ماما ضحكت وبدأت تحضر الشنطة بتاعتها، لكن فجأة الجرس رن، أنا فتحت وكلنا بدأنا نضحك. ليه بقى؟ لأن كانت خالتهم جاية تزور مامتهم، تمام، يعني كده مامتهم مش هتسافر. أول سؤال بيقول what did the mother want to do؟ الأم كانت عايزة إيه؟ يبقى هنقول she wants to visit her sister، كانت عايزة تزور أختها. رقم اتنين، how many of the family wanted to go with her؟ كم عدد الأشخاص اللي كانوا عايزين يروحوا معاها؟ هنقول no one، مفيش حد خالص زي ما هو كان كاتبها، تمام، محدش كان عايز يروح معاها. بعد كده رقم تلاتة بيقول when did the mother laugh؟ امتى الام ضحكت؟ يبقى هنقول when my elder sister said mom I'll go with you tomorrow، لما الاخت الكبيره قالت انا هروح معاكي، تمام. طيب بعد كده رقم أربعة، the mother asked to visit her not at lunch، بيقول الام بقى طلبت او كانت عايزه تروح تزور مين في الغدا؟ يبقى طبعا السيستر اختها، لان هو قال her my aunt، هي خالته هو، لكن هي بالنسبة لها ايه؟ تبقى اختها، فدي كانت عايزة فهم شوية. رقم خمسة بقى بيقول they all not when they saw the visitor، هم كلهم ايه لما شافوا الزائر او الزائرة؟ يبقى they all laughed، كلهم ضحكوا، تمام. اخر سؤال بقى معانا هو سؤال الباراجراف، وهنا بيقولك اكتب خمس جمل، مش اقل من خمس جمل، عن الرينوبل انرجي، الطاقة المتجددة. وبقى الطاقة المتجددة ممكن تقول الطاقة الشمسية، طاقة الرياح او الويفز، الامواج، وهتقول مفيدة للبيئة ومش بتلوث البيئة ورخيصة، تمام، وسستينيبل، مستدامة، كل الحاجات دي تعمل عليها جمل. تعالوا بقى نشوف الامتحان اللي بعديه، وهو محافظة سوهاج. بيقول يوسف ميتس ا تورست، يوسف بيقابل ايه؟ سائح. فبيقول له ويلكم تو ايجيبت، وير دو يو كم فروم؟ قال له اهلا بيك في مصر، انت منين؟ فمش عارفين، فقال له ايطالي، هاو ديد يو كم تو ايجيبت؟ فهو كاتب ايطالي ومستغرب، فاحنا قلنا لما نلاقي علامه تعجب لو انت مش عارف تكمل الاجابه فهتطلعها زي ما هي فوق، او لو انت هتعرف بقى تجاوب فهتقول له اي كم فروم ايطالي. بعد كده هاو ديد يو كم تو ايجيبت، ازاي جيت لمصر؟ مش عارفين. فبعدين سالوا سؤال تاني، قال له اي ويل ستاي فور ا ويك، هقعد لمده اسبوع. فقال له اي ويش يو ا نايس هوليداي، اتمنى لك اجازه سعيده. فقال له ثانك يو. طبعا هو من ايطاليا هيجي مصر ازاي؟ يبقى اكيد طبعا هيجي بالبلين، الطياره، فهيقول له ايه؟ اي كيم باي بلين، انا جيت بالطياره. بعد كده قال له انا هقعد اسبوع، يبقى هاو لونج ويل يو ستاي هير، كم المده اللي هتقعدها هنا، تمام. تعالوا نشوف المواقف. اول حاجه بيقول يو اسك اباوت ذا واي تو ذا ستيشن، انت بتسال عن الطريق للمحطة، فهتقول له ممكن تقول where is the station، أين المحطة، وممكن تقول له how can I get to the station، إزاي أوصل للمحطة، تمام. ممكن تكتب excuse me أو تكتب في الآخر please. طيب رقم اتنين بيقول you ask your friend's opinion، you ask your friend's opinion about studying online، أنت بتسأل عن رأي صاحبك عن ال studying online اللي هو الدراسة على الإنترنت، ودي طبعا احنا حلينها مع بعض، فهتقول what's your opinion about studying online، بس كده. بعد كده الاختيارات the Egyptian museums، المتاحف المصرية، not by many tourists every day، بتزور بواسطة السياح كل يوم، يبقى طبعا هتكون or visited، مبني المجهول في زمن المضارع. طيب plants not carbon dioxide from the air، طبعا هتكون absorb، النباتات بتمتص ثاني اكسيد الكربون. رقم ثلاثة باسم نواز the test if he studied harder، بيقول باسم مش عارفة الامتحان هيجتاز الامتحان لو هو كان ذاكر بجد. طيب من عندي قاعدة if one studied ماضي، يبقى دي الحالة التانية، يبقى لما الاقي ماضي بسيط يبقى الناحية التانية would والمصدر. رقم أربعة the note is a person who travels into space، الشخص اللي بيسافر عبر الفضاء بنقول عليه astronaut. رقم خمسة the man not us that he would attend the meeting، طبعا هنا كلام غير مباشر، يبقى على طول كده هتستخدم يا اما said او said to او told، تمام، مش هينفع said to قصدي، فيا اما said يا اما told، هنختار طبعا told عشان عندنا us هنا مفعول، تمام، يبقى هنقول told us. تعالوا بقى نشوف القطعة. هنا القطعة بيقول Egypt is a big Arab country، مصر دولة عربية كبيرة. It's located in the northeast of Africa، بتقع في الشمال الشرقي من أفريقيا.
Egypt has a population of about 104 million people. طبعا التعداد السكان المصري 104 مليون شخص. They are famous for being kind and friendly. واحنا مشهورين بان احنا ودودين وطيبين. بعد كده بيقول Egypt also has a very fine weather and a very long and great history. احنا عندنا جو جميل وكمان عندنا تاريخ طويل وعظيم. It's fine weather and it's beautiful ancient monuments attract millions of tourists from all over the world. بيقول بقى ان المناخ بتاعنا الجميل والاثار الجميلة دي بتجذب الملايين والسياح من كل انحاء العالم. The Great Pyramid in Giza is the most popular monument in the world. والهرم الاكبر الموجود في الجيزة ده من اشهر المعالم السياحية في العالم. We all should be proud of Egypt. لازم كلنا نكون فخورين بمصر. اول حاجة what attract tourists to Egypt. ايه اللي بيجذب السياح لمصر؟ عندك طبعا السؤال ده هتلاقيها its weather and its beautiful ancient monuments. رقم اتنين بقى what is the most popular monument in the world. ايه هي اكتر حاجة مشهورة في الاثار؟ طبعا هنقوله the great pyramid in Giza. رقم تلاتة what is the weather in Egypt like. الطقس عامل ايه؟ هنقول it's fine. تمام، يعني مناخ معتدل. رقم أربعة the Egyptian are not people. المصريين ناس ايه؟ طبعا friendly. ورقم خمسة Egypt has a population of not 100 billion. يبقى هنقول of about، يعني حوالي 104 مليون شخص، وهو طبعا موجودة في القطعة. كل الأسئلة موجودة مباشرة. حلوة جدا. نشوف بقى آخر سؤال معانا وهو الرايتن، وهتكتب 6 جمل عن الكلايمت تشينج، تغير المناخ. وطبعا ده احنا لسه قايلينه في اول الفيديو. نشوف بقى المحافظة اللي بعديها. عندنا هنا محافظة القليوبية. بيقول نادر أن حسن are talking about their dream jobs. بيتكلموا على وظيفة الأحلام بتاعتهم. هاي حسن what is your dream job. I'd like to become a robotic engineer. قال له عايز أكون إيه؟ مهندس اللي هو بتاع الإنسان الآلي اللي بيعمله الإنسان الآلي ده. فسأله سؤال قال له because it's my father's job. لأن دي وظيفة بابايا. فقال له what about you. طيب وانت مش عارفين. فقال له I think it's easy to work in a hospital. قال له اعتقد ان هيكون سهل انت تشتغل في مستشفى. فهيرد عليه يقول له ايه؟ طيب اول حاجة كده قال له لان دي وظيفة بابا. يبقى هيقول له ليه انت عايز تكون كده؟ يبقى هيقول له why would you like to become a robotic engineer. تمام. بعد كده what about you. هيشتغل في مستشفى، يبقى هو هيقول ايه؟ هيقول له I'd like to become a doctor. عايز اكون دكتور. بعد كده بقى قال له اعتقد ان الشغل في المستشفى سهل. وطبعا هنقول له ايه؟ ممكن تقول له yes مثلا yes sure، او ممكن تقول له no I don't think so. ودي الاجابة الاقرب لان الشغل في المستشفى مش حاجة سهلة. فنقول له no I don't think so. تمام. بعد كده سؤال المواقف. You are asked about your opinion about solar energy. حد بقى سألك عن رأيك على الطاقة الشمسية. فهنقول it's very useful، حاجة مفيدة، أو it's very important. ممكن تقول it's very good for the environment. It doesn't make pollution، مش بتعمل تلوث. كل الحاجات دي صح. طيب رقم اتنين بيقول ask your friend about the natural wonders of Egypt. اسأل صاحبك عن العجائب الطبيعية في مصر. فهنقول له what are the natural wonders of Egypt. ايه هي عجائب الطبيعية في مصر؟ الاختيارات بقى بيقول if you know someone well you are nice to them. لو انت بتعمل حد كويس يبقى انت كده كويس معاه. يبقى هنقول treat. رقم للتانية رقم اتنين I remember not to school early when I was a student. بيقول انا فاكر ان انا كنت بروح المدرسة بدري لما كنت طالب. خلي بالك بقى ان remember بيجي وراها going، بيجي وراها ال ing، ويجي وراها to المصدر. بس to المصدر لما نكون افتكرنا ان احنا نعمل حاجة دي واحنا لسه ما عملناهاش، فمش هتنفع to والمصدر، فهتكون going. تمام. طيب رقم ثلاثة before I know to the radio علي had done his homework. فاحنا عندنا هنا before في رابط، يبقى معك ماضي بسيط وماضي مستمر. ماضي تام قصدي وماضي بسيط. الماضي التام موجود اللي هو had done، يبقى هتجيب ماضي بسيط يبقى listened. تمام. طيب رقم اربعة means certainly without any doubt. بيقول معناها بالتأكيد بلا شك. فهتكون طبعا definitely. تمام.
رقم 5 and what is a series of contests in some sports or games، مجموعة من الكونتستس اللي هي المسابقات، يبقى دي على طول التورنمنت. تمام، تعالوا بقى نشوف القطعة. بيقول ايه: A large factory in Denmark has an expensive way of producing renewable energy. It burns rubbish. انا قلتها expensive، لا هي inexpensive. If the factory didn't burn rubbish, it would go to the landfill sites. By burning the rubbish, the factory produces enough electricity for 150,000 homes. If the factory burned fossil fuels to make the electricity, it would produce a lot more greenhouse gases. There is a garden on the roof of the factory. طبعا بيتكلم على المصنع اللي هو في الدنمارك، وبيقول ان هو بينتج الطاقة المتجددة بس بطريقة رخيصة جدا، وبعد كده بيقول ان هو بيحرق الزبالة. وقيت هنا رجع على مين؟ يبقى على الفاكتوري، على المصنع. وبيقول لو المصنع ما بيحرقش الزبالة فهتروح للمكبات النفايات، المكان نفسه. وبيقول ان انت تحرق بقى الزبالة، المصنع هينتج الكتريسيتي اللي هو طاقة كفاية لحد تكفي كام، 150,000 بيت. وبيقول لو المصنع حرق الفوسل فيول اللي هو الوقود الحفري عشان يعمل كهرباء، بيقول ده هينتج غازات احتباس حراري كتيرة. وبيقول ان في جاردن على الروف، في حديقة على السطح. بعد كده بقى بيقول the plants there، النباتات بقى الموجودة هناك absorb some of the air pollution that comes from the factory. طبعا النباتات الموجودة على السطح دي هتمتص بعض من تلوث الايه، الهواء اللي بيطلع من المصنع. You can also ski down the roof, isn't it amazing. بيقول كمان ممكن تعمل سكي اللي هو التزحلق ده. تمام، بيقول أليست رائعة. بعد كده بيقول what does the factory produce، ايه اللي المصنع ده بينتجه. طبعا هنقول ان هو بينتج طاقة 150,000 بيت، وبرضو ده هاخد لك عليها خط في القطعة. رقم 2 what would happen if they didn't burn the rubbish، ايه اللي ممكن يحصل لو محرقوش الزبالة. طبعا هتقول لو محرقوش الزبالة هتروح لمكبات النفايات، ودي موجودة في السطر الثاني. رقم 3 what would the plants on the roof do، النباتات اللي على السطح بتعمل ايه. طبعا موجودة اهي في اول الصفحة، هتقول انها بتمتص تلوث الهواء، بتمتص بعض من تلوث الهواء. بعد كده ايه راجع على ايه، طبعا هنقول the factory راجع على المصنع. بعد كده the word absorb means، معنى كلمة absorb هي take in، تمتص. بعد كده هتكتب باراجراف عن how to protect our environment، ودي كنت منزلها لك في الفيديو بتاع امبارح او اول امبارح باين، اللي هو اخر فيديو موجود على القناة، وكتبنا جمل سهلة جدا جدا وبسيطة. خلاص كده خلص الامتحان ده، تعالوا نشوف اللي بعديه. عندنا هنا محافظة المنيا. بيقول ايه: هلو سميرة، what are you doing، بتعمل او سامية what are you doing، بتعملي ايه. قلت لها I'm reading a book about، انا بقرأ كتاب عن ايه، مش عارفين. سألتها سؤال، قالت لها deforestation means that there are fewer trees in rainforest. بتقول لها ده معناه ان بيكون في اشجار اقل في الغابات. يبقى هي بتقرا عن ايه، يبقى كده deforestation. واحنا قلنا لما نلاقي كلمه means يبقى على طول السؤال what does it mean. تمام، بعد كده بتقول لها is it dangerous for the environment، هل دي حاجه خطيره او مضره للبيئه. فهتقول لها ايه، طبعا yes it is. وبعد كده كملت الاجابه، قالت it damages the natural habitat for او of many animals، بتدمر الايه البيئه الطبيعيه او الموطن الطبيعي لحيوانات كتير. بعد كده المواقف، ask your friend about the natural wonders of Egypt، دي لسه حلينا، هنقول what's the natural wonders او what are the natural wonders of Egypt، لان دي جمع what are. رقم 2 you are asked about your opinion of studying online، ودي برضو لسه حلينها مع بعض، اللي هو رأيك في التعليم على الانترنت. فممكن تقوله it's a great idea، فكرة جميلة. it's a useful way او easy way to learn، سهل ان انت تتعلم من خلاله، كل الحاجات دي صح. طيب الاختيارات، when I was ill yesterday، لما انا كنت مريض امبارح، I not to the hospital in Cairo، ودي برضو حليناها، انا اتخذت المستشفى، يبقى was taken مبني للمجهول.
رقم 2 if Angie wanted to save electricity she would turn on the lights. لو هم عايزين يوفروا كهرباء يبقى هم هيقفلوا الأضواء، يبقى turn off اللي هي فيها دبل F. رقم 3 what not you do if you don't catch the train. بيقول هتعمل ايه لو ملحقتش القطر. طبعا عندك قاعدة if ومعاك don't catch هنا مضارع، يبقى الناحية التانية will والمصدر، طبعا هتختار will. تمام. طيب بعد كده رقم 4 in the past في الماضي we used traditional ways of forming. the antonym of traditional is عكس كلمة traditional تقليدي، يبقى كده هتكون حاجة modern حديثة. رقم 5 I didn't go to the theater until I knew my work. طبعا until بيجي قبلها ماضي بسيط منفي وبعدها ماضي تام، يبقى had finished. تمام. نشوف بقى القطع مع بعض. waste طبعا هنقرا كلها وبعدين نترجمها. Waste is a big problem around the world. However, many of the things that we throw away can easily be recycled. We can recycle cotton and wool to make new clothes. We can also use old plastic bottles to make rubbish bags and plastic bags for shopping. You can make lovely new handbags from pieces of leather that factories don't use. بيقول طبعا المخلفات دي مشكلة كبيرة حول العالم، وبيقول however على أي حال many of the things كتير من الحاجات اللي احنا بنرميها ممكن نعمل لها recycle إعادة تدوير بسهولة. بيقول بقى انت ممكن تعمل recycle للقطن وللصوف ونعمل منه ملابس جديدة، كمان ممكن نستخدم الأزاز القديمة البلاستيك ونعمل منها شنط للزبالة أو شنط للشوبينج. وبيقول بعد كده ان انك ممكن تعمل شنطة جديدة من قطع الليزر الفاكتوريز مش بتستخدمها، قطع الجلد للمصانع مش بتستخدمها. تمام. طيب السؤال الاول بيقول what's the main idea of the passage، ايه هي الفكرة الرئيسية. ممكن تكتب بس waste تمام او recycle waste تمام او how to recycle waste، كل الحاجات دي صح. رقم 2 how can we make new clothes، ازاي ان احنا ممكن نعمل ملابس جديده. هنقول له by recycling cotton and wool، بان احنا ممكن نعمل ريسايكل على تدوير القطن والصوف. دي السطر ده اللي هو السطر اخر السطر الثاني والثالث. طيب رقم 3 is waste a big problem around the world، هل الزباله دي مشكله كبيره حول العالم. هنقول له طبعا yes it is. تمام. نشوف بقى الاختيارات. رقم 4 بيقول you can use plastic bags for، انا ممكن استخدم الشنط بلاستيك للايه، طبعا للربش للزبالة. you can make not handbag from leather، يبقى انا ممكن اعمل ايه beautiful handbag. تمام. اخر سؤال معنا وهو البراجراف، وبيقول هتكتب 6 جمل عن a future technology that will affect our lives. وطبعا ده انا كنت كاتبة لك براجراف سهل جدا جدا عن التكنولوجي. تمام. تعالوا بقى نشوف السؤال او الامتحان اللي بعديه، مش السؤال اللي بعديه، اخر امتحان معانا هو امتحان محافظة المنوفية. بيقول ايه في المحادثة، مونا is going to give a speech to her classmates about recycling. بيقول مونا هتلقي خطبة على اصدقائها عن اعادة التدوير. فبتقول hello مونا you look worried why، بتقول لها صاحبتها ازيك يا مونا شكلك قلقانة ليه مش عارفين. فبعدين سألتها سؤال تاني قالت because recycling is very important for the environment، لأن الريسايكل مهم جدا للبيئة. فسألتها سؤال تاني قالت لها I'd like to start by saying everyone in our class has a role. قالت لها أنا هبدأ الخطبة بتاعتي بأن كلنا في الفصل لازم يكون لنا دور. طيب أول حاجة طبعا هتقول إيه، هتقول لها because I'm going to give a speech. تمام. لأن أنا هلقي إيه خطبة. فبعد كده قالت لها او ممكن تكمل كمان هلقي خطبة to my classmates about recycling. ممكن تكتب السطر كله بس طبعا تغير هير تمام وتخليها my. بعد كده قالت لها لان الريسايكل مهم، يبقى هتقول لها why are you going to give a speech about recycling، ليه هتلقي خطبة عن إعادة التدوير. طيب بعد كده قالت لها انا هبدأ بكذا، يبقى هتقول لها what would you like to start by، تحب تبدأي بايه. تمام. طيب بعد كده المواقف بتقول you don't understand something، انت ما فهمتش حاجة، ask your teacher for clarification، هتطلب من المدرس بتاعك ان هو يوضح لك. فهتقول له ايه excuse me can you repeat it for me، ممكن تعيدها تاني او ممكن تقول له ايه
excuse me I don't understand أو I can't understand what you say. كل ده صح تمام مفيش مشكلة، بس لازم تكتب excuse me أو please لأن أنت بتسأل المدرس بتاعك، فلازم يكون politely تمام. تعالوا نشوف الموقف التاني. بيقول your father has told you that your uncle has come from London. بيقولك باباك قال لك ان عمك رجع من لندن، فممكن تقول له ايه what a great news، ايه الخبر الحلو ده تمام اليوم الحلو ده، ممكن تقول له اي حاجة تاني بقى تمام. يعني الاجابة بتكون في سؤال الموقف مفتوحة شوية، بس تكون الاجابة ليها علاقة بالموضوع. تعالوا بقى نشوف الاختيارات. اول حاجة بيقول three schools، ثلاث مدارس مش عارفة ايه in our town last year، السنة الماضية. هنا مبني المجهول فهتكون where built. السؤال الثاني بيقول is the place where the rubbish is kept، المكان اللي بنحط فيه الزبالة، يبقى landfill site. رقم ثلاثة الشاهد نقط if he read the email. طبعا عندك هنا هي read ده ماضي بسيط، يبقى الناحية التانية would والمصدر على طول، يبقى would reply. A or an is a person who travels into space، الشخص اللي بيسافر عبر الفضاء بنقول عليه astronaut. رقم خمسة the manager said that the not clients the day after، طبعا هنا هتكون would meet لأن الأصل بتاعها اللي هو will meet هيقابل الكلاينتس، فهتكون هنا ماضي منها فهتكون would meet تمام. تعالوا بقى نشوف القطعة. Mrs. Susan went shopping with her son، بيقول مدام سوزان راحت شوبينج مع ابنها. They were looking for a present for Mr. Smith's birthday، وكانوا بيدوروا على هدية لعيد ميلاد مستر سميث. He will be 50 years old، هيكون عمره 50 سنة. Mrs. Susan is 5 years younger than her husband، بيقول بقى ان Miss Susan اصغر من جوزها بخمس سنين. طيب بعد كده she wanted to buy him a new camera and Tom their son wanted to buy him a sweater، بيقول هي كانت عايزة تشتري له كاميرا جديدة وتوم ابنهم كان عايز يشتري له سويتر جديد. They drove to the apartment department store on the city center، راحوا بقى للمتجر الكبير ده في مركز المدينة أو وسط المدينة. Mrs. Susan and Tom took the، وبيقول ان هم اخدوا ايه، تعالوا نشوف الصفحة اللي جنبها. Stairs up to the men's clothes department on the second floor، طلعوا بقى بالسلالم كده لقسم الملابس الرجالي في السكند فلور اللي هو الدور الثاني. They bought a nice sweater for 250 pounds، وشاروا سويتر ب 250 جنيه. They went up to the electric department on the third floor to buy the camera، وبعدين طلعوا بقى الدور التالت عشان يشتروا الكاميرا من قسم الايه الحاجات الكهربائية. بعد كده Mrs. Susan bought a digital camera for 750 pounds، then they took the elevator down، هي بقى اشترت الكاميرا الديجيتال دي ب 750 جنيه ونزلوا في الأسانسير. on their way home، وهم راجعين البيت they stopped to buy a nice cake for the مش عارفة for the ايه، هم اشتروا يعني كيك ل Mrs. Smith was very pleased with the presents and they had a nice party، وبيقول بقى مستر سميث ده كان فرحان جدا بالهدايا وكانوا عاملين حفلة حلوة. طيب how much money did Tom and his mother pay for the presents، كام الفلوس اللي دفعوها؟ طبعا هنا توم دفع 250 وهي دفعت 750، يبقى كام؟ يبقى 1000، يبقى هنقول they paid 1000 او ممكن تكتبها 1000 كده ارقام تمام. طيب بعد كده رقم 2 بيقول how old is Mrs. Susan، مسز سوزان عندها كام سنة؟ احنا قلنا اقل من جوزها 5 سنين وجوزها عنده 50 سنة، يبقى هي عندها كام؟ يبقى هنقول she is 45، يعني عندها 45 سنة years old. بعد كده why did Mrs. Susan and her son buy the sweater and the camera، ليه هم اشتروا الكاميرا والسويتر؟ هنقول for او لعيد ميلاد يعني باباها او مستر سميث.
ممكن نختصر الإجابة ونقول for Mr. Smith's birthday، بس كده. رقم 4، they bought a note on the way home، هم اشتروا ايه وهم راجعين البيت؟ طبعا اشتروا كيك. رقم 5، they went to the department store by، هم راحوا المتجر ده بالايه؟ هنقول هنا بالكار، بالعربية، لان هو قال لي they drove to، هم يعني ساقوا، يبقى اكيد بالكار. اخر سؤال معانا هو الباراجراف how to keep the environment clean، ازاي تحافظ على البيئة نظيفة، وده برضو كنا منزلينه في اهم الباراجرافات المتوقعة. تمام، بس كده حلينا اغلب المحافظات، وان شاء الله لو عايزين محافظات تاني اكتبوا في الكومنتات، وباذن الله لو عايزين هنزل، مش عايزين خلاص بقى كده هنكتفي بالفيديو ده. لو عايزين بقى اي حاجة اكتبوا في الكومنتات، ما تنسوش لو اي حد عنده اجابة لسؤال تاني برضو اكتبوها، مفيش مشكلة ونصححها مع بعض. تمام كده سنة تالتة، يا رب كده ربنا ينجحكم، وتكون الامتحانات كانت سهلة وبسيطة، وتكونوا استفدتوا مني او من القناة بتاعتي بإذن الرحمن، وان شاء الله تفرحوني بكومنتاتكم الجميلة، وتكتبوا لي انكم جبتوا درجة حلوة في الانجليزي بإذن الله. اشوفكم بقى على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ان شاء الله وانتم في سنة اولى سنة، وبإذن الرحمن كده بإذن الله على خير يا رب، وبالنجاح والتوفيق دايما يا رب، ومن نجاح لنجاح بإذن الرحمن، ونشوفكم إن شاء الله في السنة الجاية بإذن الرحمن على خير، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.